أهلا بكم. جنود في الجبهات يقدمون أغلى ما يملكون حياتهم، وحين يصل الأمر إلى المرتبات تواجههم الحقيقة المرة، لا مرتبات، ويستمر هذا الانقطاع لأشهر. لأكثر من 6 أشهر يبقى هؤلاء الجنود بدون مرتبات، في حين تعيش أسرهم أوضاعا صعبة في ظل بقاء معيليها في الجبهات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه القضية لنناقش أسباب هذا التأخير وتأثيره. منذ بداية انطلاق المقاومة انتقل هؤلاء إلى الجبهات، ولأشهر كانوا يحاربون بدون انتظار مرتبات أو مقابل. وحين بدأت الحكومة والتحالف تنظيم هؤلاء في معسكرات الجيش الوطني صاروا جنودا في هذا الجيش، ومنذ تلك اللحظة بدأت مشكلة المرتبات التي تبدو بلا نهاية قريبة. يبقى هؤلاء لأشهر بلا مرتبات، في حين تستمر وعود الحكومة لكنها تبقى وعودا. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. ما زالت أزمة الرواتب في اليمن مشكلة بلا حل عملي حتى الآن، وهي الأزمة التي نشأت بسبب النقص في السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة. عطلت أزمة المرتبات منذ نشوبها في أغسطس 2016 مؤسسات الدولة، حيث شهدت معظمها إضرابات عامة خصوصا الخاضعة منها لسيطرة الميليشيا. ومع نقل البنك المركزي إلى عدن وبدء استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقل المسيلة بحضرموت، لم تصرف الشرعية سوى راتب شهر ديسمبر من العام الماضي. بحسب بيانات حكومية تبلغ مرتبات موظفي الدولة نحو 300 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لمنتسبي الجيش والأمن. مصادر عسكرية أكدت أن راتب ديسمبر المصروف للجيش الوطني لم يسلم لكل الجنود بسبب إشكالية فنية حسب تلك المصادر. مصادر مسؤولة في الجيش قدمت عدة مبررات لتأخر صرف رواتب الجنود، منها كثرة أسماء المنتسبين للجيش وازدواجية كثير من الأسماء، بالإضافة إلى وجود الأسماء الوهمية. كانت قيادة الجيش قد أعلنت عن حل لتلك الإشكاليات باعتماد نظام البصمة في القوات المسلحة للحد من العشوائية وبناء قاعدة بيانات سليمة ودقيقة للقوة البشرية للجيش الوطني. تبقى الحقيقة المؤلمة أن الجنود الذين يتصدرون حاليا مهمة الدفاع عن الشرعية من ميليشيا الانقلاب ويرابطون ليل نهار في مهمة الذود عن اليمن من الارتهان الإيراني لا يزالون منذ أكثر من نصف عام بدون رواتب ومسؤولين بلا مسؤولية. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من مأرب أحد الجنود الذين يشاركون في مواجهات جبهة صرواح. أهلا بك سيد عبد الله. أهلا بك أخي الكريم، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك. في البداية سيد عبد الله، متى آخر مرة سلمتم فيها رواتبكم؟ يا أخي الكريم، نحن هنا منذ حوالي عامين ولا نجد إلا وعود كاذبة. من 8 أشهر تقريبا استلمنا مرتب، وكان من قبله فترة تقاربة 9 أشهر ولم نستلم أيضا. إذن قبل 8 أشهر كان آخر راتب؟ نعم قبل 8 أشهر. يعني هذا الراتب كان في أي شهر تقريبا؟ حوالي يمكن شهر 4 أو 5 كذا. طيب الآن يقولون أن هناك نوع من الوعود المتعلقة ب يعني تسليم الرواتب في الفترة القادمة، هل هذا الأمر وصل لكم أيضا؟ نعم جدا، ومن المخزي أن نجد ذات الوعود الكاذبة التي تدينها الشرعية نفسها من قبل الانقلابيين، والتي بدورها تمس مصداقية الحكومة لدى الجندي ولدى المقاتل المرابط في الجبهات منذ شهور، وأهله ينتظرون وهم في أمس الحاجة للقوت الضروري. طيب نعم تفضل. برأي أنا كمقاوم أؤكد أن قدومنا إلى هنا كمقاوم في صفوف الشرعية والجيش الوطني كان تلبية للحكومة الشرعية التي حملت مشروع تحرير الوطن من العصابة الانقلابية التي عجزت عن دفع رواتب الموظفين وعلقت آمالهم على وعود وهية. في نفس الوقت جاهرت بقطع مرتبات من ينتمي إلى صفوف الشرعية، ونفاجأ إلى أننا نجد نفس ذات الوعود من الحكومة الشرعية، وهذا غير مقنع وغير منطقي.
أن ذات الحكومة التي تحمل قضية بحجم وطن كامل تبدو عاجزة عن دفع مرتبات منتسبيها وعن الإيفاء بوعودها وبأبسط حتى بأبسط الوعود لم تفي. طيب سيد عبد الله، يعني الآن أنتم عندما استلمتم هذا مرتب الشهر هذا، هل استلمت مرتب شهر واحد أم عدة شهور للشهور التي سبقت هذا الشهر؟ لا استلمنا فقط مرتب واحد، وهو قبله شهور كثيرة لم نستلم. حتى الآن يوعدونا بعدة مرتبات. يعني إلى الآن كم شهر لم تستلموا رواتبكم فيهم؟ يا أخي الكريم، الآن هم يوعدونا بمرتب شهر 12 السنة الماضية، وقبله شهور كثيرة لم يحتسبوها. ما الذي يقولونه لكم أنتم؟ من الذي سلم لكم الراتب سيد عبد الله؟ أتت لجنة يقول أنها من مكلفة من قبل الحكومة وعلى رأسهم عبد الجباري، لا ندري من صح ذلك. يعني تمت العملية لم تتم عبر أناس في الجيش الوطني، وإنما تمت عبر هذه اللجنة الحكومية، عبر لجان مدنية من لا باعتقادي أنها لا تنتمي للجيش. وأيضا هناك جنود كثيرون لم يستلمون الراتب، ما حوالي المئات من الأفراد المنطقة السابقة. هذا الحديث عن المرة السابقة؟ نعم المرة التي مضت. نعم. طيب الآن عندما تتحدثون وعندما تطالبون برواتبكم، أنت سيد عبد الله، أنت الآن كنت في المقاومة وانضميت إلى الجيش الوطني، أليس كذلك؟ نعم. بشكل رسمي. نعم. طيب عندما تتكلمون أو تتحدثون وتطالبون برواتبكم أو بمستحقاتكم أنتم، وبالتأكيد لديكم أسر تعيلونها، ما الذي يقال لكم سواء في الجيش الوطني؟ وعود من المسؤولين أقصد. نعم تأتينا وعود عن طريق القادة أنه سيتم في اليوم الفلاني في الأسبوع الجاي، ولا يأتي شيء. هل من معلومات حول إذا ما كان هناك بالفعل عملية تحويل لأموال تصل إلى الجيش الوطني ولا تسلم للجنود؟ تصلنا أخبار أن المرتبات أصبحت في المنطقة كذا، المرتبات أصبحت جاهزة لا تأتي. إذن أشكرك سيد عبد الله، أحد الجنود الذين يشاركون في مواجهة جبهة صرواح، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من مأرب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبدو مجلي. أهلا بك سيادة العميد. سيادة العميد تسمعوني؟ سيادة العميد؟ إذن يبدو أن هناك إشكالية من الاتصال في مأرب إلى الآن. على كل حال مشاهدينا الكرام، كان معنا أحد الجنود الذين شاركوا أو يشاركون في مواجهات جبهة صرواح، وتحدث على أنهم منذ عامين هم في هذه الجبهات يقاتلون، لكنهم لم يستلموا أي رواتب باستثناء راتب واحد قبل 8 أشهر لشهر واحد. ينضم إلينا الآن إذا مشاهدينا الكرام من مأرب الصحفي يحيى الأحمدي. أهلا بك أستاذ يحيى. مرحبا أخي الكريم ومرحبا بمشاهدينا الكرام. سيد يحيى، إذن أزمة رواتب في كل القطاعات، لكن تبدو هذه المسألة في الجيش الوطني أكثر يعني صعوبة على الفهم، كيف هو الأمر بالنسبة لك؟ بالطبع أخي الكريم، لا شك أنه أي متابع وأي مشاهد للوضع الحالي ستثار أكثر من أسئلة حول هذا الموضوع. من الممكن أن نتفهم أن قطاع موظفي الدولة ممكن أن يكون عراقيل، من حيث أن الانقلاب استعصى كثير من عائدات الدولة، من سواء كانت على المستوى عائدات الضرائب أو الجمارك أو عائدات الاتصالات والهاتف وأيضا الإنترنت، هذا بمستوى موظفي الدولة. لكن لا يمكن أن نتفهم ماذا يجري بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن المرابطين في الجبهات، هؤلاء الذين يضحون بأرواحهم. هذا العائد الراتب هو اعتراف لهم بالجمير على الأقل. هناك كثير من الشباب وهناك كثير من المقاتلين الموجودين في الجبهات يعولون أسر ويعولون ربما أفراد أسر لشهداء، هؤلاء لا يمكن أن نتفهم أن يبقوا لهذه الفترة بدون رواتب. ربما اليوم سمعت
لأن رئيس هيئة الأعمال كان وجه بصرف الرواتب وأنها ستصرف أو أنها ستصرف خلال الساعات القادمة. لا ندري الساعات القادمة هل اليوم هل غدا، ننتظر هذه الساعات، ربما ستحمل جديد فيما يخص الرواتب لما على الأقل للذين في الجبهات. نعم. طيب، يعني كان معنا قبل قليل أحد الجنود المشاركين في، يعني الذين يشاركون في مواجهة جبهة صرواح، تحدث على أنهم يعني يتلقون وعودا بشكل متكرر، لكن وصف هذه الوعود بأنها كاذبة. برأيك أنت الآن أين هي المشكلة بالضبط؟ أين تكمن؟ هل هي مسألة متعلقة بالإعدام، نعم، السيولة، نعم، النقدية، أم أن هناك أسباب أخرى؟ نعم، ربما أخي الكريم أن مسألة التحويل البنك إلى عدن كانت خطوة مميزة، لكنها للأسف لم تكن مدروسة بالقدر الكافي. بإمكان رئيس الوزراء، بإمكان الإعلام الرسمي أن يخرج يا أخي، وما يمنع أن يأتي رئيس الوزراء أو وزير المالية أو المعنيين ويتحدث بأن هناك مشكلة في مسألة أسعار الصرف، في مسألة مثلا ضخ، لا يوجد دعم كافي للعملة الوطنية، بحيث أنه إذا ضخ أكثر من مبلغ إلى السوق فإنها ستؤثر سلبيا على سعر الصرف المحلي، وبالتالي تكون هناك كارثة في مسألة صرف الدولار. لكن لا يمنع يعني المعيب أن يبقى الجميع صامت وأن تبقى هذه الوعود حتى أن الحكومة، ولعلك تدرك أن الحكومة اليوم هي حكومة شكلية ووزارات وحقائب هناك هنا وهناك، لكن بالواقع نحن في بداية تشكل، بداية تشكل لدولة، بداية تشكل لحكومة على بالمعنى الواسع. اليوم نائب رئيس الوزراء مثلا في مأرب أو الوزراء المتواجدين هنا لا يمتلكون البنية التحتية للتحدث بمعنى الدولة، لكن لا يمنع هذا أن يخرج ويوضح للناس أنه عندنا مشكلة في مسألة إذا ما تم ضخ أكبر مبلغ إلى السوق فإنه سينعكس على سعر الدولار. أيضا لا يمنع أنه على الأقل أن يعطوا هؤلاء الذين موجودين في الجبهات، وهذا لن يؤثر على السوق بالشكل المباشر. بالنسبة لموظفي الدولة، كما لاحظنا بالأمس وفي الأسبوع الماضي هناك تظاهرات عارمة في مستشفى الثورة على سبيل المثال في صنعاء، وضغط لمن يأخذون عائدات الجمارك، عائدات الضرائب، عائدات الاتصالات، عائدات الانترنت، هذه الملايين المليارات التي تضخ لجيوب الفاسدين وجيوب الانقلابيين. بالإمكان موظفي الدولة أن يتحركوا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ويضغطوا عليه، ولا يمنع أيضا لرئيس الوزراء أن يقول بأن الراتب الذي صرف في شهر 12 كان بداية أو إبداء حسنية تجاه موظفي الدولة، والباقي أن يثوروا في وجه من أخذ أموالهم. اليوم هناك تعسفات بحق مستشفى الثورة الموظفين، لكن الاستمرار والاحتياجات، ولو خرجت هذه الاحتياجات في مختلف لكن نعم أستاذ يحيى، هذا يعني نعم أستاذ يحيى الآن نعم. ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين هو أمر مستهجن، لكنه ليس يعني بشكل مباشر تحت سلطة الحكومة الشرعية. نحن نتحدث الآن عن رواتب الجيش الوطني أو أفراد الجيش الوطني الذين يدافعون عن الدولة اليمنية، وأيضا يدافعون عن فكرة الشرعية التي يعني يتصدرها أو يعني تتعامل مع الحكومة اليمنية. إذن الآن هذه الجهات المسؤولة لهذا الملف تحديدا كيف يبدو تعاملها بالنسبة لك؟ كيف تقيمه؟ نعم، أنا قلت لك بصريح العبارة بأنه لا يمكن أن نجد أي مبرر للحكومة أن تبقي هؤلاء الرجال والأبطال الذين يقدمون أرواحهم أن يبقوا بدون رواتب إلى اليوم. هذه مستهجنة ولا يمكن أن نقبل بأي عذر. هناك أعذار مثلا في مسألة البصمة، في مسألة أنه التركيب لعملية نزول لجان من هذا القبيل، لكن هي تظل مبررات. وهناك كثير من الشباب يعانون فعلا. بالأمس اتصل بي أحد الإخوة الزملاء يقول بأن ولد أن قريبه يعاني من إصابة ولم يستلم الراتب، يقول هل منتظرين أن أرسل لهم من البلاد مصاريف إلى الجبهات؟ بالفعل كان سؤال محرج. قلت له يا أخي الكريم نحن ندعو، اللهم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أم قريب أم ملكته أمرنا أم بعيد، أم قريب تجاهمنا أم بعيد ملكته أمرنا. فعلا هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، ومسألة لا يمكن معيبة بحق الدولة وبحق الحكومة وبحق رئيس الوزراء ووزير المالية عليهم أن يبينوا ما الذي يجري، وإن كان هناك من مشاكل أو معضلات فيمكن حلها ويمكن الجميع أن يتعاون في حلها. طيب، حتى نفهم الأمر أكثر، يعني الآن كان هناك إعلان من قبل الحكومة أن مرتبات الجيش الوطني ستصرف لما يقارب من 200,000 شخص أو فرد كما أذكر.
هل هذه كلها بالفعل هناك إشكالات في عملية الأسماء الوهمية؟ هل هذا الأمر يشكل فعلا هذا العبء الكبير على الجيش الوطني بحيث لا يقدر أو الجهات المسؤولة لا تقدر على التعامل مع هذا الملف بالشكل الجيد؟ أنا أقول بأن هذا العذر لا يمكن يقبل، لأنه كان هناك في بداية الأشهر الماضية كان هناك شخص وحيد لا أتذكر اسمه كان مندوب التحالف وكان يصرف الرواتب بكل سهولة ويسر، وكان هناك أيضا البصمة. هناك عندنا تجربة، كان هناك في العملية الماضية تم صرف الرواتب وفقا للبصمة، وموجودة هذه البصمة بالصوت والصورة والبصمات الواضحة. عليهم أن يستعينوا بهذا البرنامج سواء كان موجود داخليا أو خارجيا، ويستعينوا بهذا البرنامج ويصرف المرتبات. نعم. هذه ليست مشكلة. أظن بأن المشكلة ربما السيولة، ربما الغطاء لصرف هذه المليارات التي ستصرف، ربما لم يتوفر بعض. وعلى التحالف أيضا أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع. يجب على الشقة في دول الخليج أن يسهموا في حل هذه المشكلة حتى لا يبقى هؤلاء عرضة، سواء كان عرضة للإهمال المعنوي أو المادي على وجه الخصوص. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ يحيى. ينضم إلينا الآن من جديد من مأرب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبد المجلي. أهلا بك سيادة العميد. يا أهلا وسهلا بك، ونشكرك ونشكر قناة بلقيس. أهلا سيادة العميد، على أهلا بك معنا في قناة بلقيس. سيادة العميد، إذن هناك شهور عدة الجنود في الجبهات، لكنهم مع مقاومتهم ومع قتالهم هم الآن بدون رواتب، أين هي المشكلة بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للرواتب إن شاء الله سيتم صرفها بعد بكرة يوم السبت أو يوم الأحد لكافة المناطق العسكرية. ما الذي سيتم صرفه؟ بالنسبة لعدد من المناطق تم استلامها خلال أسبوعين، بالنسبة للمنطقة الأولى والمنطقة الثانية ولها من ذو أسبوعين وهم يصرفون المرتبات. ما هي يعني ما هي الرواتب التي سيتم صرفها؟ راتب شهر واحد أم جميع الرواتب التي تراكمت؟ الآن الذي عندي المعرفة سيتم صرف أحد المرتبات لكافة المقاتلين في عدد من المناطق العسكرية، وسوف تصل المرتبات. طبعا هناك تأخير إجراءات إدارية تم اتخاذها سواء لبعض المناطق نظام البصمة وكذلك الإجراءات الإدارية، وهناك متابعة حديثة سواء من قبل الأخ رئيس الأركان العامة لواء الركن محمد علي المقدشي، وكذلك الأخ الأستاذ عبد العزيز قباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، يتابع هذه المرتبات تصل إلى المقاتلين جميعا وفي مختلف الجبهات. طيب هل من علم حول ماهية المناطق التي سيتم توزيع الرواتب أو توزيع الرواتب لأفرادها؟ نعم، سيتم توزيع المرتبات للمناطق العسكرية سواء الثالثة والسادسة وكذلك المنطقة الثالثة. إذن الثالثة والسادسة وماذا؟ هي ثلاث، هي ثلاث مناطق؟ والسابعة بالنسبة للأولى والثانية منذ أسبوعين وهو يتم تسليم المرتبات، وكذلك الرابعة أيضا سيتم استكمال جميع المناطق من حيث المرتبات جاهزة للمقاتلين. طيب بالنسبة لهذا الأمر سيادة البرنامج مع اقتراب تسليم الرواتب. نعم سيادة العميد، هذا الأمر لماذا تأخر؟ أين كانت الإشكالية بالضبط؟ نعم، بالنسبة للتأخير الجميع يطالب والجميع يتابع ذلك، وهي حقيقة مستحقات تصل إلى المقاتلين في مختلف الجبهات، سواء المقاتلين في الميدان أو المناضلين في كل مكان والذين ينضموا أيضا إلى الجيش الوطني، ستصل المرتبات إلى الأفراد وإلى الضباط أيضا بشكل عام. طيب هل تم تأكيد نظام البصمة؟ هل حلت الإشكاليات المتعلقة بهذا النظام؟ هناك إجراءات إدارية وهناك نظام البصمة حتى لا يتأخر الناس أكثر. نظام البصمة مستمر، وفي كثير من المناطق تم استكمال نظام البصمة والبعض المناطق لم يتم الاستكمال، لكن سيتم تسليم المرتبات واستكمال أيضا نظام البصمة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية. نحن تواصلنا مع اللجنة من الصباح الباكر ورأيناهم جادين في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تضمن أيضا الحقوق والواجبات لكافة أبناء القوات المسلحة. طيب الآن أنتم في الجيش الوطني سيادة العميد، يعني
السيولة المالية متوفرة لكن الإشكالية الإدارية والفنية هي الباقية أم أنه ليست هناك سيولة بالأساس؟ ما الأمر؟ نحن نتكلم على اليوم الآن، تم اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية واتخذ في كثير من الأماكن كما قلت لك أخي العزيز نظام البصمة. نحن نتكلم عن اليوم ولا نتكلم على الماضي، ويجب أن لا تتكرر إن شاء الله لن يتكرر تأخير المرتبات، لأن الناس في حاجة ماسة للمرتبات. وكذلك الميليشيات الإنقلابية التي دابت في تحطيم هذه المرتبات وحاربت الناس في أرزاقهم، وما زال كثير من المنتسبي القوات المسلحة الذي باقي تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية وعدد من الموظفين صادرت الميليشيات الإنقلابية رواتبهم ونهبت تلك الأموال سواء من البنوك أو من البريد. إذن سيادة العميد عبدو مجلي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وأنت الناطق رسمي باسم الجيش الوطني. أعود إلى السيد يحيى الأحمدي أحد الصحفيين الذي ينضم لنا عبر الهاتف المأرب. أستاذ يحيى، إذن هناك حديث على أنه كما قال سيادة العميد يوم السبت أو الأحد سيكون هناك تسليم لعدد من المناطق، وكان التأخير بسبب إجراءات إدارية. هل برأيك ستحل الإشكالية بشكل كامل؟ أنا أتمنى، طبعا أتمنى أن يكون سيادة العميد قد اطلع على إجراءات فعلا جدية في مسألة، لأنه كثير من الأيام أو كثير من الوعود في الأيام الماضية كانت ذهبت أدراج الرياح. كما قلت لك لا يمنع أن الحكومة تتحدث بشفافية مطلقة بأنه لدينا مشكلات 1 2 3، الناس سيتفهمون إن كان هناك من عملية تعقيد، لأنه أجهزة الدولة معطلة وأجهزة الحكومة أيضا هي بدائية ربما في بعض المناطق، وربما بعض المناطق يضطر إلى الصرف اليدوي يحتاج إلى وقت من الترتيب، لكن المدة طالت كثيرا. ربما هذه ربما هناك جدية، أنا أتمنى من قناة بلقيس أن تسهم في هذا الموضوع وأن ترافق هذا الحدث إذا تم في السبت يوم السبت والأحد. سنقول لقواتنا المسلحة شكرا جزيلا لأنه وفيتم بالوعد، وإن أخفقوا فنقول لهم بأن الوعود هذه ستؤثر عليهم سلبا وستؤثر على معنويات الشباب والجيش والأبطال الذين يناضلون في أكثر من جبهة. هو بكل تأكيد القناة ستحاول جهدها في توثيق هذه العملية إن كان متاحا لها ذلك. لكن التساؤل الآن حول أثر تأخر هذه الرواتب على أداء الجنود في المهمات يعني في الجبهات، وكذلك في على نفسياتهم، برأيك ما هي عواقب هذا التأخير؟ هو على فكرة عندما نجلس مع الأبطال والمقاتلين في هذه الجبهات فإنهم هم متعودون، طبعا هي ليست المرة الأولى، كثير من الشهور بقوا بدون رواتب، ولكنهم لعدد كبير من هؤلاء هم متعطشون للعودة إلى بيوتهم إلى منازلهم. تحدثت مرة إلى أحد المقاتلين من أبناء عمران قال لا أريد منصب ولا أريد راتب، وهذا الأقل حتى هذه البندقية سأسلمها للدولة حينما أصل إلى بلادي إلى مزرعتي. أنا قال يقول بأن لديه مزرعة يدخل منها ملايين بالسنة يعني من الفواكه والخضروات إلى آخره، فيقول نحن لا نطلب يعني المستحيل، هي مسألة رواتب لمن حتى نصل إلى ذلك المكان ومن ثم سننخرط في أعمالنا ومهامنا الخاصة. هناك ايضا فرصه، كان من لو ان الجيش الوطني عن يوفر رواتب شهريا كان سينضم الكثير من المقاتلين، لكن ربما لا توجد اليه لهؤلاء الذين ربما فقدوا رواتبهم في اكثر من مناطق والتزموا بيوتهم. لو ان هناك جديه وهناك رواتب ستوفر عليهم مساله سيكون هناك عدد كبير من المقاتلين الذين سينضمون من كثير من الوحدات التي لم تقاتل في صفوف الحوثيين وبقيت في منازلها حتى اللحظه. نعم. إذن أشكرك الصحفي يحيى الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لجميع من انضم إلينا عبر الهاتف اليوم في حلقة اليوم، أحد الجنود الذين يشاركون في مواجهة جبهة صرواح سيد عبد الله، وكذلك الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبدو مجلي، شكرا جزيلا لهم جميعا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني، دمتم بخير، في أمان الله.